نقول سيدي نقول شرفوا هاي الغرفة سيدي. أنا اسمي كانجو واسمي الحركة أبو خليل. حفظتني سيدي؟ شو بقى؟ دقيقة شوي دقيقة. شكرا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا. مين هذا أبو خليل؟ الحقيقة ما بقدر أقول لك. وليش بقى؟ أخي لأنه المدير العام قال لي بدي له على عدنان من بعيد لبعيد. بدي له على عدنان من بعيد لبعيد؟ أبو خليل أبو خليل لا تجنني، لا تفور لي دمي. شو يعني أنت بدك تلعب أعصابي يا أخي؟ قل لي ليش عم تحكي معي؟ ما عارفة شو بدي لك يا عدنان. شو مالك عرفان؟ لازم تعرف، قل لي شو القصة؟ الله يجبر مصيبتك. أخي لا تعرفني أكثر منك، لا تعرفني، أنا بكفيني تجاوزت الحدود وقلت لك إنه المدير قال لي أشاور عليك من بعيد لبعيد. شو يعني؟ يعني أنا بدي أخرب بيتي؟ عدنان وين رايح؟ عدنان وين رايح؟ عدنان بده يخرب بيته. لك شو بك؟ شو صاير لك؟ ايه 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 ليش مخطوف لونك؟ لك شو مخطوف لوني؟ أنا بالنسبة إلي أنت يا أخي شو دخلك أنت؟ حل عني؟ فعلا شو دخلني؟ الحق علي اللي سألتك. سألتني ولا ما سألتني؟ حل عني يا أخي، خلاص تركني بهمي. لازم أنا شو بدي أساوي؟ ماني عارفان شو بدي أساوي. شو ساوي؟ كان الاستاذ عفوا استاذ حسين ممكن احكي معك كلمه على الانفراد؟ هلا وقتك استاذ عدنان، ما لك شايف الشغل فوق راسي؟ لك على راسي لفوق راسك ولا لتحت راسك، انا بدي احكي معك كلمه ما راح اعطلك غير دقيقه. بدي اسالك سؤال بس واحد، انت النكته اللي حكيت لك اياها امبارح تسربت شيء؟ اعوذ بالله. لك شو مجنون انت؟ لك لا تكون حاكيها لمرتك مرتك حكيتها لحدا؟ لك مرتي كلها ما كانت بالبيت امبارح. مرتك؟ طيب مين كان في بالبيت لك؟ لك شو دخلك انت؟ لك لا تعلي صوتك، انا عم بحكي لك هاي القصه لانه المسؤوليه علي وعليك. انا بورجيك يا ابو خليل. بورجيك شرف. انسي قمر ابو خليل ساوي لي شاي بسرعه على عيني. انسي قمر انت شي مره حسيتي انه انا مثلا مزعج بالنسبه لي؟ لا. طيب انت شي مره حسيتي انه انا سبب اقلاق لراحتك؟ لا. طيب شي مره حسيتي انه انت مثلا بدك تمسكيني بايديكي وبخوانيقي وتطبي بخوانيقي وتسحبي زميره رقبتي؟ لا. طيب ليش الاذى؟ ليش كاتبه لكان انت؟ شو كاتبه؟ لا لا مو انت، مو انت. ابو سعيد ابو عدنان، ابو سعيد ابو عدنان، في شي انت مو انت؟ لا تكوني انت. ها إيه مو انت، مو انت. الله يخليك، خدمة انسى. بدي اقابل المدير. شي ضروري؟ طبعا شي ضروري، لو ما كان شي ضروري ما كنت قلت لك بدي اقابل المدير. الله يخليك استاذ عدنان، لا تحرجني. لك اختي ما راح احرجك، انت اسالي اذا ما بدي اقابلني بمشي. لحظة شوي لشوف لك يا. شوفي في شي؟ بتعرفك شي؟ بتعرفني شي؟ بتعرف أبو سعيد؟ أبو عدنان؟ طيب أبو سعيد أبو عدنان ما بتعرفه؟ الاثنين ما بتعرفه؟ لك ليش يا خمسور؟ في شي يعني؟ ما في شي، ما فكرت في شي. منيح. تفضل استاذ عدنان. شكرا كثير، كتر خيرك كتر خيرك، فضلتي على شواربي. سكر الباب وخليك عندك، لف وتعال عندي. بتعرف لو ما حضرتك طلبت مقابلتي انا كنت بدي نادي لك؟ معناتها شغلتنا كبيره ما سيدي؟ بس وينك؟ ولا يهمك، حط ايديك ورجليك بمي بارده. إيه الله اعلم قديش مدحتك ونزلتك من السما، تقول ابني مو هيك؟ يا سيدي الله يكسر من امثالكم. بس يعني انا بس يا عدنان لا تحكي، لانه انا وقت كنت بعمرك كنت مثلك طايش وكنت يعني على الألعن بشوي. بس ولا يهمك، أنا لما كنت أطلع مظاهرات ما يهمني حدا. ليش؟ لأنه الإنسان الحر بيحكي اللي بقلبه، ما بيخاف إلا من رب العالمين. هذا أكيد. بس لا تقلق لا تقلق، اتأكد إنه ما حكيت إلا بضميري. ولو قد صرنا بعشرة بعض سيدي؟ صرنا شي 10 سنين. معناتها عاجنك وخابزك وحافظك على الغميضي. يعني انا بس بدي اسال سؤال، هو ما قال لك هو مين يعني؟ لانه يعني فرع مين يعني هو؟ قال لي ما
بس ما بقدر اقول لك. الو اهلين استاذ. لا ما حكاني شيء، طلع وراح دغري على غرفته. الله اعلم. ايه لسه عندي. حاضر استاذ، تفضل المدير بانتظار. شكرا. غريبة، ماله بالعادة عدنان يطلعوا ما يتشكرني، شو القصة يا ترى؟ معناتها عدنان الله يرضى عليك، لبقى تحكي كلام طالع نازل قدام المراجعين. لا 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 بنوب بنوب، ما تسمعي مني ولا حرف. هلا إذا لا سمح الله لا سمح الله طلبوك وضغطوا عليك، بتقله مين رفقاتك؟ هلا وسيم لا تبارد علي، عم أقول لك المدير العام الله يرضى عليه ووفقه لفلف الموضوع. وصدقته؟ ليك انا بنصحك تشوف واحد من قرايبينك او من معارفك يسالك من تحت لتحت مين عم يسال عنك. ايه وبلفوا الموضوع وبيلغوا. لك يا اخي انتوا لازم تعرفوا شغله، انه انا من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. هلا فكر منيح وشوف طريقه تنفذ منها. ها تذكرت، لك هي خطيبتك مالها معارفين؟ ليش قديش ساعه هلا؟ الله لا يوفقكم، خليتوني اتاخر عليها. يخلص كيس البردقان. إذا إجا إجا، ما إجا جنبه على جنبه. أصلا أنا بدي أفسخها للختمة، أفسخها للختمة، ماني مقتنعة. زودها كتير، انا عملت اللي علي فوق كل هاد، كليات بردان وكيلو بزر. بدي افسخها الخطبه، خلص شو هالحكي. اهلين لينا. اهلين لينا. اهلين. شو متاخره مثل العاده ما؟ شو عرفها؟ شو عرفني؟ لانه اللي عم يصير معنا مثل اللي مثل اللي بيصير بالافلام. شباب ليش عم تخبص بالحكي؟ قصدي انه الخطيب بيجي لحتى يشوف خطيبته قبل الموعد بساعه، هذا اذا مو إذا مو أكتر. لا من الساعة بس. حبيبي بدنا نضل قاعدين هون عدنا؟ لا لا يلا بنمشي. لك يلا قومي. لك دي اسحبا. لك دي اسحبا. امشي يلا. عم بقلبهم شو ها؟ معقولة؟ شباب شو هالتطلعة؟ شو ما عندهم اخوات شباب؟ لك حبيبي بيكونوا شاردين، مو ضروري يكونوا عم يطلعوا فينا. يا حبيبي يا عدنان شاردين شاردون حملت تسلق بدنهم. شو هالشردوا ما شردوا؟ ان شاء الله بينشختوا من ريف عينون. معقول طيب واحد هيك بيطلع هيك؟ رح ياكلوكي بعيونهم اكل. عدنان عدنان شو هالدعاوي؟ انا ما بحب الدعاوي بنوب، ما بتدعي على حدا. شو معناتها بتعرفيهم؟ يو يبعث لي حما، من وين بدي اعرفهم؟ انا بعرفهم والله ما بعرفهم، انشخت من ريف عيني اذا كنت بعرفهم. ان شاء الله يبعث لك حما وان شاء الله بتنشختي من دي دي دي. وين دحلي؟ هدي هون. ايه خلعت لي كتافي عدنان. معلش للوش لا تواخذيني، منفعل شوي انا. هلا قمنا من على كرسي، بدنا نقعد على كرسي تاني؟ لك شو بالكرسي؟ بكفي هون نظافه، امتك منا حكومه زباله وقعدتك بقرنه نظيفه. بعدين حبيبتي للوش يعني القعده بالصحبه مو بالمكان. عن جد عم تحكي عدنان؟ لك انا عن حشي دول. للوش حبيبتي قولي لي شو حكوا اهلك بعد ما طلعت؟ طار العقل تبعهم. طار العقل تبعهم لأنك ما كملت العشاء معنا. حبيبي عدنان ليش ما كملت العشاء؟ كان بودي، بس أخوكي من أول ما فتت لوقت ما طلعت هو قاعد عم يتمنظر فيني. معقولة طيب الشغلة اللي سواها؟ مو معقولة. لك حتى وقت فزيت على العشاء قاعد مثل الأطخايق وعم يتزورني. ليش عم تتمسخر على أخي عدنان؟ مو حرام عليك؟ هيك الله خالقه. طيب إذا الله خالقه هيك يفرض الخلقة شوي، مو ضروري ضل عابس. هو ما عم يتمزورك، هو هيك أحول. أحول قولي.
قومي قومي قومي. لك شبك شوفي. لك قومي بعدين بقول لك تعي. طمني ابوكي وطمني اخوكي انه الي تقاعد. اكيد حبيبي. لك اكيد. لك شو انا موظف درجه رابعه. يعني لا تؤاخذوا لاهلي بس اني حابين يامنوا علي. يعني وقت انت يعني بكون لك تقاعديه بعد عمر طويل ان شاء الله. لا 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 طمنيهم وقولي لهم انه انت لك مستقبل مشرق ان شاء الله. والله يا عدنان بس نقعد تحت سقف واحد لفرجيك العجايب. ايه مبين مبين من هلا. حبيبي انا عاجبتك يعني؟ لك عجب؟ لو ما عجبتيني ما كنت خطبتك. لا 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 فضحتينا شبكي. قولي لحقنا لهون هذا كم ها؟ شو عم تمر بيه؟ قومي حقيني بسرعة وينك رح اركض الحقيني. وقف شو نصها؟ حبيبتي للوش يمكن هجوازة فركس وماتتن بقى. عم تحكي عجب؟ دك يعني عن جد شو لك؟ عدنان يا غدار انا الحق علي كنت مصدقتك وهيمان بدبديبك لا جايبت لك بزر وقضامي كمان. دك هلا شو بزر وقضامي؟ يشهد الله اني بحبك بحبك ورايدك وبدي اياكي بس من كم يوم اليوم يعني زودوها شوي بناحاته رح يجننوني رح يجننوني ما عاد فيني انا. تعال شوف تعال انت اكيد حرارتك مرتفعه اكيد مرضان. دك لاني مرضان لا شيء. اخ لو معي حق فنجانين قهوه سياحي كنا رحنا قعدنا بشي قهوه هيك وشربناهم على رواق كان مشي الحال. شوف عدنان انا بدي اسالك سؤال يا بتجاوبني بايه يا بتجاوبني بلا. شو هو السؤال عدنان؟ يعني عن جد بتجاوبني بايه او بلا؟ لك لا 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 يو لك شو بعمل يصفر ويحمر ويخضر عدنان عدنان ليش هيك عم تساوي؟ شو عم تساوي؟ شو عم بعمل ليش؟ عدنان هلا بدك تقلي شو بدي قلي؟ شو شعورك تجاهي؟ خص خص بس ادعي لربك ادعي لربك انه ضل بوظيفتي وما يقلعوني واصفع واطلي. هلا هذا اللي طلع معها؟ لك خص تعالي قلي لك دي شو حلوين بجننوا هالفساتين. عدنان قلتك اني واحد فيهم بيلبقلي ولا واحد. قصدي شو ما لبستي بيلبقلي كان بعرف اصلا امي قالت لي هيك بس انا فكرت عم تجاملني يعني فكرت مثل ما بيقولوا القرد بعين امه غزال. شو رايك نروح نقعد شي جنينه اتكسروا رجلي من كتر الفتله. انا عدنان شو قصدك انت؟ بدي اسالك سؤال. انا تفضلي. هلا انت بتحبني؟ لك شو السؤال اللي عم تسالي؟ معقوله كان قولي تعي تعي لك امشي امشي خلينا نمشي من هون. هلا فهمت عليك. وليش ليش عم تصاصلي؟ بتغار علي ما؟ ايه مزبوط شو عرفك؟ واضح حبيبي. مزبوط هذا. ولي صاروا اثنين لا الحاله ما بقى تنطق بنوب. شو بتبربي؟ لك امشي بلا بربره دي. انا فايت على المغفر بتعدي للألف اذا ما طلعت بتتصلي باهلي. حبيبي بلا مزح. لا بلا مزح. شو مزح ما مزح هي الشغله فيها مزح. تعي معي لقلي تعي عدي هو وعدي للألف بلشي لشو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداعش اتناعش. مرحبا سيدي تحياتي سيادة النقيب. أهلين عدنان عزمي.
تفضل ارتاح. سيدي ما بدي ارتاح ولا شيء، انا بدي احكي لك شغلتي بالمشرمحي. 49 50 51 52 53 54 55. بس بدي افهم ليش قال لي عدي. وين وصلت؟ لعيد من 49 49 50 51 52 53 54 55. وشلون خطر ببالك فكرة انه عم راقبك؟ سيدي ما بعرف، بس انا بالنسبة لي من كتر ما كانوا عم يلاحقوني تهيألي عم يراقبوني. لا طمن استاذ عدنان، لو عليك شيء نستدعيك لعنا بالاول. سيدي انا قلت لحالي هيك، بس فكرت انه يعني بركي هذا اسلوب جديد انتم متبعينه. لا باين عليك خيالك واسع كثير. سيدي مو قصه خيالي واسع، انا خيالي واسع وواسع كثير كثير كمان. سيدي انا بتفرج على توم وجيري. طيب تفضل ارتاح. شو سيدي انا ما بدي ارتاح، انا بدي تحلوا لي المشكله، صلحوا الشباك سيدي. طيب تفضل ارتاح بالاول. وانا الثانية بدل ما اعدله لازم اقرا له شي آية قرآن تهون عليه، بس هو اللي يعدي لي. وين وصلت؟ ايه 49 50 للوش للوش. باركيني باركيني. على شو؟ طلعت براءة. شو يعني طلعت براءة؟ لك شو قومي قومي لقل لك قومي، خلينا نحتفل ببراءتي. تعي لقل لك قومي. الله يصلحك يا عدنان، كان لازم تتحقق قبل ما تشرشح حالك بالمخافين. لك شلون بدي اتحقق؟ يعني بدك يعني الحق هذا اللي عم يراقبني بدي اقول له دخيلك؟ مين اللي بعتك تراقبني؟ معقوله هيك يعني؟ شو بيعرفني؟ شو بيعرفني انا؟ لك هلا قولي لي لا تعصبيني، شو ساوي يعني؟ ما بعرف، انا تعبت وهلكت نشفري، ميتة من جوعي، حرام عليك ارحمني. لك دي لطعميك دي. معلم زكاتك، عملنا سندويشتين فلافل. الله يكتر لي الحد. لك لا ايش الحد؟ طش الفطي. معلش لا تخاف علي، انا بحب الحد متعوده. خلص تصطف لي اخي، شلفط لنا اياهم قد ما بتحسن، كتر لنا الحد بقلبهم. ماشي. شو ما خلصوا سندويشان؟ شو حبيبي ما قلت لي بتحبني ولا ما بتحبني؟ لك هلا وقت الحكي هذا اللي عم تحكيه؟ ايه هلا هلا وقته، صار لي ساعة عم بسألك وما عم تجاوبني. هلا بدك تقلي بتحبني ولا ما بتحبني؟ أنا بالنسبة يسلم والديك. شكرا. يسلم شكرا. أهلين هشام. أهلين عصام. هشام عصام. أهلين عصام. أهلين هشام. طمنوني شلون لقيتوا لي أخباره لعدنان؟ ممتازة. لكان أنا بعرف اختار شو فكر. تعي لهون بيه. مين هدول المخابرات اللي عم تحكي معهم؟ مخابرات؟ ليك هدول عصام وهشام ولاد عمي. ولاد عمي؟ ايه ابي مارض يوافق عليك حبيبي لحتى يراقبوك يجيبوا له تقرير عنك. يا الله لا يوافقك لا انت ولا ابوكي.